اي حد دمع عيونك يا لا ولا حاجة. إيهاب توفيق يبكي أمام كاميرا إي تي بالعربي. أنا ما كنتش عايز أبكيك. لا. ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة. حفل لسه لحد النهاردة حديث الكل على السوشيال ميديا، خصوصا مع المجموعة الكبيرة من النجوم اللي شاركت فيه، ومنهم كان إيهاب توفيق اللي كان ليه أكتر من مومنت الليلة دي. نشوف أنت دلوقتي هنا وعمرو دياب هنا. في كل المناسبات الجميلة. أبرزها لقاءه بمحمد فؤاد والفرقة الموسيقية والفانز بأجواء عفوية على ألحان الله عليك يا سيدي اللي تعتبر واحدة من أهم الهيتس بتاعته. بالإضافة لكمان نانا فاكرك يا ناسي. الحب مصهرني والشوق كويني بعيد بعيد عني صهرني والخيني. ومش بس كده، فلقاءه بأحمد عدوية خلال الحفل كان من الهايلايت. إيهاب شو بتقوله لأستاذ عدوية؟ منور الدنيا كلها ومشرف العالم كله، وفي كل مكان بيكون موجود فيه بينور الدنيا كلها، في مصر، في السعوديه، في كل مكان في العالم. يا رب يخليك. التاريخ شفت التاريخ ده كان حبيب الوالد والوالده بقى الله يرحمه. فالواضح ان ايهاب لسه لحد النهارده متاثر بوفاه والده اللي رحل سنه 2020 ووالدته سنه 2014. احنا مقدمين في هذا الشهر مارس على عيد الام، تقول ايه لروح الوالده؟ الله يرحمها ويرحم كل امهاتنا، واحنا من غيرهم والله ضايعين ولا حاجه بجد. طيب. الله يرحمهم جميعا. الله يرحمهم. ايه حد دمع عيونك يا لا ولا حاجه. انا ما كنتش عايز ابكيك. لا. بس الله يرحم كل امواتنا ومسواهم جنة، هم في مكان احلى. اكيد الحمد لله. طيب دلوقتي هنرجع للفن. شو عندك جديد ايهاب؟ وهل عندك محضر لرمضان اشياء معينه؟ ان شاء الله هيكون في بعض الادعية في رمضان زي ما انا متعود تقريبا كل سنه باذن الله. اللي عايزينه ادعية ان شاء الله، وبعد رمضان هيكون في الاغاني السنجل بقى اللي احنا متعودين بنقدمها للجمهور كل فتره. ربنا يسهل ان شاء الله، والحاجات اللي هنقدمها في المستقبل تعجبكم كلكم. عندنا خبر. طيب خبر واحد، قلنا اسم حاجه. ما بلاش اسم، لا عشان نمسح الدموع. كان في اغنيه دراما كده كنا عاملينها اسمها ليه هتعاتب في الناقص، دي ان شاء الله هتنزل قريب. بعد كده الاغاني اللي بنسجلها دلوقتي هتبقى اغاني فرفشه بقى، يعني واحده نكد والباقي فرفشه. يا سلام يا سلام.